أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد غائما جزئيا بوجه عام، وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، قد يضطرب أحيانا مع السحب النشطة وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.